تكحل ها تكحل نعم ايه لان ما شاء الله واضح ان تحس بفائده او شيء ولا ما له دخل بالعيون والله له فائده الدكتور قريب وبنساله انا بمدخل بس ما الله يهديك ودني ما جاوبت لان اسمع من الاله لا لا ما يخالف احيان في فائده احيان ما في فائده هو يكفي انه عشان اشوف جواب هو تجميل وما ادري عاد هم السنه ولا لا جماعه انا بالفائده الطبيه وليس الجماليه من السنه من السنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ويقول انها يعني جلاء للبصر الاثمد الاثمد بس بدنا نسال الدكتور في اثمد الان يقولون فيه الرصاص هذا اذا كان عندك معلومه عن الاثمد اللي موجود الان هل هو فعلا الاثمد الصحيح ولا لا؟ طبعا الاثمد جاء فيه اعتقد ذكر نبوي ايه وفي فائدته فهذا الشيء طبعا ما في خلاف صحيح اشياء المسنه النبويه لكن طبيا وعلميا اللي موجود حاليا عندنا ما شفنا منه فائدة علمية على العين وبعضها زي ما تفضلت قد يكون مخلوط فيه رصاص أو مخلوط فيه مواد معينة قد تكون بالعكس مضرة بالعين وبالجفون فهذه الإشكالية الإثمد الأصلي الحقيقي هل هو فعلا موجود هل المنتجات التسويقية هذه فعلا مفيدة ولا لا ما ثبت لها فائدة علمية بصراحة جميل. وبعض الناس حتى قد يتحسس الجفن وقد يعني يصير له نوع من الضرر منه سواء هيجان في العين أو حكة لكن هذا لا يتعارض طبعا ما ورد في السنة النبوية عن الأثمد الأصلي أو الأثمد اللي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ولا له بديل ولا له شيء لا والله في الطب الحديث لا قد يكون عند في الطب الشعبي أمور معينة ولكن علميا ما ثبت لها فائدة إن أنا خاف ينطبق فينا جيب يكحلها وعماها والله هذا شيء وارد فعلمنا ولا من بكرة بنجي كلنا متكحلين ترى ما يحتاج ولا لا جتني فعلا اللي موجود الآن أغلبه فيه مادة الرصاص وفيه ناس استخدموا خذوا من هذا اللي بخمسة ريال وبخمستاشر ريال وتأثر عندهم أوف الجفن أوف وتأثرت أوف العيون حساسية أوف 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 زي ما تفضل قبل تقريبا أقل من شهر جتني والله امرأة كبيرة وتتكحل بالأثمد وشفته والله ما يعني بصراحة جفنها كان جدا متحسس يعني سماكة الجفن صايرة أكثر التهاب مزمن في الجفن قد يكون من هذا الكحل المستمر اللي تحطه قد يكون من أسباب أخرى ولكن كانت ما هي في حالة جيدة وضع الجفن عندها وهي من الناس المستمرين على هذا الكحل اللي تأخذه من الأسواق اللي هو نفسه هذا اللي الأثمد اللي يسمونه أثمد هو يسمونه أثمد يسمونه أشياء كثيرة لكن ما أعرف إذا هو حقيقة أصلي أو لا هل يتوفر أثمد أصلي أو لا في السوق أنا برضه ما أبغى أظلم ناس التسويقيين برضه علميا وطبيا ما لقينا هذا الاثمد الاصلي ولا لقينا احد استفاد منه وبالعكس جونا ناس تضرروا منه بصراحه وش المثل ذاك جاء